كل العراقيين بشكل عام وأهلنا يستذكرون العاشر إن كانوا الأول عام 2017 عام التحرير. في هذا اليوم تحررت الأرض وظهر النصر في جبين الفرسان من أبناء وأبطال القوات المسلحة بمختلف الصنوف، وكذلك الحشد الشعبي والبيشمركة. وأدرك العراقيون أن وحدة العراق والكلمة والذود عن أرضهم هو الذي يقف وراء تحرير الأرض وطرد العصابات داعش الإرهابية. بصراحة داعش حاولت حتى تغيير أفكار أهالي محافظة نينوى، وظن الجميع أن داعش بحكم أهالي مدينة الموصل ومحافظة نينوى لمدة 3 سنوات كانوا يعتقدون أنه هذا الوقت الحقيقي، ولكن الحمد لله بفضل الفتوى المرجعية وانطلاق كل القوات الأمنية استطاعت من تحرير ودحر عصابات داعش الإرهابية. واليوم نينوى فيها وجه جديد من خلال التعامل الحسن والجيد بين القوات الأمنية وبين أهالي محافظة نينوى. هذا أكبر مكتسب حققته المحافظة. نعم. إضافة إلى الاستذباب الوضعي الأمني الكبير في المحافظة. واليوم نينوى تعتبر من أفضل المحافظات العراقية حتى في الجرائم الجنائية. اليوم كل مواطن من أهالي محافظة نينوى يعتبر نفسه عنصر أمني، ويبلغ عن كل صغيرة وكبيرة عن كل ما يمس أمن المواطن. نعم. هذا جاء بفضل القوات الأمنية وكذلك كل صنوف التي قاتلت في عمليات التحرير. نعم. بصراحة اليوم ملف الأعمار والخدمات وإعادة نينوى إلى ما كانت عليه هو الذي يشغل بال كل أهالي المحافظة وكذلك الحكومة المحلية في محافظة نينوى. نعم. قطعنا شوط كبير، ولكن لحد الآن عملنا بصراحة نشعر أنه غير بدون مستوى الطموح، لأننا فقدنا كل البنى التحتية من خلال داعش وكذلك عمليات التحرير. كل المدارس خرجت خارج الخدمة، كل الجسور، كل المستشفيات، ولكن الحمد لله اليوم نينوى فيها نهضة عمرانية. نعم. ولكن نحتاج إلى المزيد والمزيد كون الحاجة كبيرة، وكذلك عدد الوحدات الإدارية. نينوى فيها عدد نفوس بحدود أكثر من 4.5 مليون، قريبين على 5 ملايين، وبالتالي حاجة المدينة والمحافظة إلى الكثير من الجهود التي تبذل.